من ضمن الملفات الرياضية المهمة هو من سيفوز بدرع بطولة الدوري العام لكرة القدم في مصر. الحقيقة رسميا بعد يمكن دقيقة من دلوقتي هيتوج النادي الأهلي وقبل نهاية المسابقة بحوالي 6 أسابيع بطلا رسميا للدوري العام لكرة القدم في مصر. وده لانه احنا دلوقتي في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع لمباراة المصري والانتاج الحربي، والنتيجة لغاية دلوقتي التعادل السلبي يعني 0-0. وهذه النتيجة بتتوج الاهلي رسميا كبطل للدوري العام زي ما قلنا قبل نهاية المسابقة ب6 أسابيع. الف مبروك للنادي الاهلي والى مزيد من الالقاب والانجازات، وده تاني افضل موسم يعني لفريق النادي الاهلي. يعني يمكن افضل موسم للناس المتابعة كان 2004 2005، دلوقتي واحنا بنتكلم على الهواء مباشرة انتهت مباراة المصري والانتاج الحربي، وبالتالي نقول الف مبروك للنادي الاهلي على احرازه لقب بطولة الدوري العام لكرة القدم في مصر لسنة 2018، موسم 2017-2018. طيب معايا دلوقتي على الهاتف مباشرة الدكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. دكتور شريف مساء الخير، وقبل اي شيء احب اهنيك طبعا وهني القلعة الحمراء على احراز لقب الدوري، الف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ معتز، تحياتي لحضرتك واشكرك وتحياتي لمشاهديك الكرام. اهلا وشريف بس من غير دكتور يعني. لا ده انت على راسنا من فوق، ربنا يخليك ده ذوقك واخلاقك يعني. والحقيقه تكمله لهذا العرض الطيب اللي حضرتك تفضلت بيه، انه هذا الدرع هو رقم 40 في تاريخ النادي، وبالتالي من بدءا من الموسم القادم ان شاء الله يعني زي النادي وملابسه ستحمل 4 نجمات على الملابس يعني، وده تقليد عالمي زي ما حضرتك عارف. تمام. وبيتوج الحقيقه مجهود فريق ونادي كبير طوال الموسم المنقضي يعني، نتمنى ان الصوره تكتمل بقى بان الرياضه تعود الى سابق عهدها والجماهير كده تملأ المدرجات في كل المسابقات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله احنا متفائلين وان شاء الله نشوف هذا في اقرب فرصه ممكنه. بكلم حضرتك النهارده علشان تقول لنا يعني سمعنا عن ان رئاسه مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب هيعلن 4 قرارات هامه او اعلنها فعلا بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت في استاد القاهره في مباراه الفريق امام الفريق الجابوني. صحيح يا استاذ معتز، الحقيقه انه كان في استياء تام ورفض من قبل النادي الاهلي لما اقدم عليه مجموعه من الشباب المغرر بيهم اللي قاموا بعمليه التخريب والهتافات المسيئه وتكسير مقاعد الاستاد زي ما حضرتك كلنا شفنا في مباراه منانا، اللي كانت الحقيقه صوره حضاريه جميله حتى اندلاع هذه الاحداث والنادي الاهلي متقدم ب4 اهداف، والحقيقه كلنا كنا مندهشين لماذا يعني اعمال الشغب والعنف بهذه الطريقه في وقت بقالنا 5 سنوات اداره النادي بتسعى جاهده للعوده الى استاد القاهره واللعب في هذا الملعب العريق بحضور جماهيري في ظل تعاون تام وكامل من قبل اجهزه الدوله خاصه الاجهزه الامنيه. أي. كان في رغبه حقيقيه الحقيقه من الدوله المصريه انها تعود بالرياضه المصريه وبكره القدم خاصه الى سابق عهدها وتفتح صفحه جديده بقى بين الجماهير والانديه المختلفه، لكن ما اقدم عليه هؤلاء الشباب الحقيقه وضعنا في حرج بالغ، وبالتالي النادي الاهلي رفض هذا السلوك المشين وصدر بيان على لسان الكابتن محمود الخطيب بعد نص ساعه من انتهاء المباراه بيرفض فيه هذا الفعل. وتعاوننا في الحقيقه مع الجهات التحقيق من اجل التوصل لمثيري الشغب اللي احنا في ظننا ان هم مدفوعين من بعض الافراد اللي مش عايزين النادي الاهلي يلعب في استاد القاهره، مدفوعين من بعض الجهات اللي مش عايزه يعني الاستقرار حتى في الرياضه يسيطر على مصر كما يعني هي تسير في طريقها الان بقدر كبير من الاستقرار والبناء والتنمية. ها في اسباب كتير ربما التحقيقات تكشف عنها، وبناء عليه مجلس الاداره ايضا تابع عن كثب خلال الايام الماضيه تطورات هذه الازمه. ثم كان اجتماع النهارده
وصدر بالفعل. كان الكابتن خطيب حريص انه يوجه كلمه لجمهور النادي الاهلي ولجماهير كره القدم عامه، واعلن عن القرارات اللي توصل ليها مجلس الاداره اللي حضرتك تفضلت بذكرهم، اربع قرارات. اولهم تشكيل او تكليف الشؤون القانونيه بالنادي بمتابعه التحقيقات الجاريه لضمان عدم يعني ظلم اي من الابرياء. اذا كان في شخص ما تورطش في هذه الاحداث، النادي سيوجه له او سيقدم له الدعم والمسانده القانونيه. اما المتورطين في الاحداث فالقانون ياخذ مجراه معاهم يعني، وجهات التحقيقهم الى ذلك. طيب. رقم اثنين، هيكون في يعني لجنه سريعه تعيد تنظيم موضوع البطاقات والدعوات الخاصه بالتذاكر وتامينها حتى لا تصل الى ايدي مخربين. رقم ثلاثه، الحقيقه الشركه الامنيه اللي متعاقد معها النادي الاهلي سيتم تفعيل دورها بشكل اكبر لتكون مسؤوله مسؤوليه كامله عن التامين. رقم اربعه وده الاخير، هو منع المتورطين في هذه الاحداث وغيرها او في اي اعمال عنف او شغب من حضور المباريات لمده 3 سنوات، وده هنحققه الحقيقه بعد ما جهات التحقيق والنيابه العامه مشكوره تعلن عن احاله المتهمين الى المحاكم. هيكون عندنا اسماء، هذه الاسماء هي اللي هنمنعها من دخول الاستاد، وعندنا اليه نقدر نمنعهم من حضور المباراه يعني الاسبوع. تمام، بس المساله الخاصه بتحديد من يستحق العقوبه شكلته بناء على كلام حضرتك القرار الاولاني لجنه لمتابعه التحقيقات علشان ما يتخذش العاطل بالباطل، ده اللي انا فهمته. صحيح. واحنا كلنا ثقه الحقيقه في يعني جهه التحقيق طبعا، وهي النيابه العامه اللي بنوجه لها وبنحمل لها كل تقدير واحترام، وفي تحريات المباحث، لانه احيانا في ظل الظروف دي بيتم القبض مثلا على مجموعات، ممكن يكون وسط المجموعه دي زي ما حضرتك عارف بعد احداث الشغب شاب بريء ما اشتركش في حاجه. ده اللي هنقدم له الدعم والمسانده. انما الشخص اللي تسبب في اشعال هذا الموقف او خرب او كسر او حتى يعني قام بعمليات التخريب دي، ده بالتاكيد التحريات، الكاميرات رصداه، جهات التحقيق هتوجه له اتهام، يعني هذا شانه. وبالعكس احنا مع تطبيق القانون لنقضي على هذه الظاهره السلبيه التي اساءت لنا كثيرا. تمام، انا بشكرك جدا على هذه المداخله، وهسيب حضرتك عشان تحتفل بقى، انا متاكد ان انتوا دلوقتي يعني في مود احتفالي بدرع الدوري، والف مبروك مره تانية للاستاذ شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الاهلي متحدثا لبرنامج اخر النهار. وطبعا احنا ما زلنا في ملفات الرياضه، لانه الموضوع المتعلق بنجمنا المصري المحترف في الدوري الانجليزي الكابتن محمد صلاح، اعتقد اخباره تهم كل متابعي وعشاق الكره المصريه والعالميه.